عليكم يسمى ايتما مشجع مليح، ايتمنى ان شاء الله تيرين بخير وعلى خير. اخبري ان شاء الله ان بدا الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نهاري ان شاء الله اذا كنت قدم خيج الوصفه، يعني وصفه غنيه عن التعريف، يعني الاغلبيه نيوذان السنانه ثقن. المهم اذا كنت قدم في الطريقين التزديج كابوتشينو رائعه ذي صار رغوث ما شاء الله، احسن زيت ني نقهاوي. بالنسبه للمقادير نحتاج مهم نفس الرعبة إذا غنعبا ذوني إذا غنكمل غنخ ركاس نعنباوي عماشة نسكافين أي قهوة، المهم قطعهم نستعمل قثانيتا، المهم أي ماركة غاهم ماشي ضروري الماركة، نفس النعبة نسكان سنيدة سنيدة نتزت، المهم سنيدة سنيدة تزدت عفوا، ونفس رعبة نوامان نحتاج إي الباتورية، المهم باش الزيت نسقعد ان شاء الله. الكابوتشينو يا نعدو غا الطريقه ولا نتقي غدانيت، المهم كيخر كاس ركاس نيسكافير كاس السكر كاس ركاس ومان غنخلط مليح راه غيدور ان شاء الله. مشنا وكريمه مشنا ولا كريم شونتيي ديري الكثافه النس، المهم تعقد شي شويه يعني تعقد الطاس وتجي شويه، المهم تنطرب المده 5 دقائق 7 دقائق وخاص يعني بدون انقطاع راه غتكثف الكثافه فنس مليح وشكيهم دعقبخ بإذن الله. يا راغبا في الخير والحسنات احفظ كلاما صيغ بالأبيات، الخير ليس بكثرة أو قوة، الخير كل الخير. تزدو الطاس والطاس أغزانتها أقن ذي غسنتي لا كابوتشينو ينجح اكينخ صافي. المهم كيفاش طنجة شطم قرنت هذه الطاسية ونغني نخمرغ دي سوبيرايا هاد كيغ دي فريكو الوقت غنستعمل ان شاء الله. يلا قيمة كده تزان الشكل النهائي يتزد دي الصباح سوا الطاس. بالنسبة لفريكو هذا سيقيم ترشها شهر ونص مني، اما وينات نبيرة عادية من الاحسن سيمانة قاع. يلا هربطة تغنجشت طم قرنت دانيتا خاص نكب اغي، المهم اغي على حساب شحال خصم صافي. جا تخلطهم مليح المهم كنيتي على حساب كمية، المهم كني تخلطت باش داك نتشنخ نخرج الشكل النهائي. اش نتا يسمى الشكل النهائي الكابوتشينو النخ باش توالنت يزد رائع رائع. المهم تمني ان شاء الله هاد الشهر غنط، المهم مابقاش نتا باش توالنت تزد رغوث ني صباح سوا الطاس. نتمنى ان شاء الله هذاك انت يعجب الفيديو يا اما الكميه اللي قيمه نقي اخت دي فريكو كل ما غتخسنت هتسات عن تاغي غتكسنت غنجاش طنقران تتقنت. نتمنى ان شاء الله هذاك انت يعجب مرخص سقنت سن شويه الشوكولاتي ني نيسكوير كولاكاو ميزيد استقنت. المهم تست الصباح سوا الطاس، نتمنى ان شاء الله هتشاركم. يلا الى فيديو اخر ان شاء الله.